استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخيرة دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة. وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم وزيارته للمملكة، فيما قدم الضيف لجلالته خالص التهاني بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنيا للبحرين وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار والرخاء. ثم صافح جلالة العاهل المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء باكستان، فيما صافح الضيف كبار المسؤولين من الجانب البحريني. بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة اجتماعا مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني جرى خلاله استعراض مجمل العلاقات التاريخية الوثيقة والخطوات التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، حيث أكد جلالته تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في الارتقاء بمستوى العلاقات الوطيدة والعمل المشترك والشراكة القوية لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأثنى جلالته على جهود رئيس وزراء باكستان ودوره البناء في دعم وتفعيل أطر التنسيق المتبادل وترسيخ الروابط المتميزة التي تجمع بين البحرين وباكستان، فيما أعرب الضيف الكريم عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ما حظي به من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة، وعن ثقته في أن زيارته ستحقق نتائج طيبة على صعيد تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون. وأشاد الجانبان بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية، وأكد أهمية مواصلة العمل لتعزيز آفاق التعاون خاصة فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والعلمية والاستفادة من خبرات وإمكانات البلدين. وثمن صاحب الجلالة المواقف المشرفة لباكستان تجاه البحرين والتي تعبر عما يجمع البلدين من روابط الأخوة الإسلامية، منوها بدورها الهام في الدفاع عن القضايا الإسلامية ومساهماتها الإيجابية مع المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي. وأعرب جلالته عن تقديره لإسهامات الجالية الباكستانية وجهودها الطيبة منذ سنوات طويلة في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها المملكة، وأنها باتت موضع محبة وترحيب لدى جميع شعب البحرين الذي يكن لها كل التقدير. ومن جانبه عرب رئيس وزراء باكستان عن بالغ اعتزازه بجهود جلالة الملك المفدى في تطوير العلاقات الثنائية وضمان ازدهارها، مشيدا بما حققته المملكة بقيادة جلالته من نهضة شاملة في مجالات عديدة وبما يتميز به المجتمع البحريني من قيم التسامح والتعايش والانفتاح، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية بما فيها القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على مواقف البلدين الداعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ولكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار. The Kingdom of Bahrain and the Islamic Republic of Pakistan enjoy deep and long-standing brotherly relations. إن ما يربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية هي علاقات أخوية عميقة ومتجذرة، حيث يعمل البلدان سوياً وعن كثب في العديد من المجالات كجزء من رغبتهم المشتركة في تطوير هذه العلاقات الثنائية. وترحب مملكة البحرين بهذه الزيارة التاريخية لمعالي رئيس الوزراء عمران خان والوفد المرافق له. تعتبر الزيارة الميمونة لجلالة الملك إلى باكستان في 2014، وهذه الزيارة لمعالي رئيس الوزراء علامتين مهمتين في تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما.
وصلت باكستان تقدمها المثير للإعجاب في العديد من المجالات المختلفة لتضع بذلك نموذجاً يحتذى به في عملية التنمية. لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا السياسات الحكيمة للحكومة الباكستانية والالتزام الشخصي لمعالي رئيس الوزراء وتصميمه على تحسين حياة جميع المواطنين ومواصلة تعزيز إسهامات بلاده في ترسيخ السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم. وتواصل مملكة البحرين الوقوف إلى جانب إخوانها في باكستان وتعمل سويا لتعميق تعاوننا وتحقيق المزيد من النمو والتطور. وفي إطار علاقات الصداقة هذه، قلد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة معالي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرا لقيادته وإنجازاته المتميزة. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة في قصر الصغير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبحضور دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة أعياد المملكة الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وأطلقت المدفعية 21 طلقة. حرس الشرف جنبا سلام استري. السلام لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سلام. قف. حرس الشرف كتفا سلام. استاذن جلالتكم بانصراف حرس الشرف سيدي.
حرس الشرف يتقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل معتدل سر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، معالي دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الصديقة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، والبحرين في عزة ورفعة وتقدم في ظل قيادة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه. خير ما نبدأ به حفلنا هذا تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفنا الموقر معالي السيد عمران أحمد خان رئيس وزراء باكستان الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا وبما تحمله من معاني وعبر تجسد قيم الولاء والانتماء في أرقى صوره أن نهنئ الجميع بقدومها، فهي من أجمل أيام الوطن الذي نحرص فيه وبمعية شعبنا العزيز على تجديد عهود الواجب الوطني لحمل أمانته وصون منجزاته ورفعة شأنه. كما تحل علينا هذه المناسبة العطرة والبحرين تزهو بتأسيسها المدني وبنائها الحداثي وبإنجازاتها العريقة في كافة المجالات التنموية التي تعود بالزمن لتلك الانطلاقة العريقة على يد مؤسس الدولة البحرينية قبل أكثر من قرنين، فهم من مهدوا درب نهضتنا الوطنية، فسار عليه أهالينا الكرام بعزم الأوفياء وبتضحياتهم الجسام، فأصبح الوطن حراً شامخاً سيداً لقراراته ومستقلاً بإرادته. وإنها لمناسبة طيبة بأن يشاركنا أفراحنا الوطنية ضيفنا وأخينا العزيز السيد عمران خان، مقدرين له كريم زيارته ومرحبين به أجمل ترحيب، فلباكستان وشعبها مكانة كبيرة لدينا، وسنعمل معا بإذن الله على تقوية تلك العلاقات الرحبة بما يحفظ مصالحنا المشتركة ويوحد جهودنا لخير العالم من حولنا. الحضور الكريم، وفي قمرة هذه المشاعر الفياضة بحب البحرين والاعتزاز بمكانتها الرفيعة في نفوسنا، فإنه ليسعدنا أن نتوقف بالفخر والتقدير أمام إسهامات نخبة من الكفاءات الوطنية، وأن نخصهم بالشكر والتكريم لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن. وختاماً نسأل الله أن يجعل أيام البحرين كلها عيداً وطنياً يتجدد بالعطاء المخلص لشعبنا الوفي، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوزيع الأوسمة التقديرية على المكرمين. العميد الركن محمد عبد اللطيف فهد بن جلال قوة دفاع البحرين الاتحاد العسكري الرياضي
وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. الرائد الركن خالد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، قوة دفاع البحرين، الكتيبة الخاصة 83، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. الوكيل أول محمد عبد الله إسماعيل حكيم، قوة دفاع البحرين، سلاح الجو الملكي البحريني، وسام الكفاءة من الدرجة الثانية. العقيد طلال عيسى خالد المسلم، التحق في الخدمة العسكرية بقوة دفاع البحرين في عام 91 إلى 99، ثم انتقل إلى الحرس الوطني عام 99. الوكيل أول عيسى محمد إبراهيم بوكمال، التحق في وزارة الداخلية بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية عام 83، ومن ثم إلى الحرس الوطني عام 2001. العميد حمد بن محمد آل خليفة، وزارة الداخلية، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى. العريف جعفر زي، وسام الكفاءة من الدرجة الثانية. سعادة السفير صلاح علي حسن المالكي، سفير مملكة البحرين لدى الكويت. سعادة السفير محمد إبراهيم محمد عبد القادر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان. الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة، المدير العام للتسجيل العقاري، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الشيخ عبد الله بن خالد بن محمد آل خليفة، وكيل الرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد حسين علي الشامي، مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. المهندسة منى سيد علي الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، حاصلة على المركز العاشر في مؤشر أقوى 10 سيدات أعمال عربيات، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور علي حسن فولاذ، مستشار السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد عبد الرحمن جاسم فخرو، مدير إدارة شؤون النواب من عام 1992 ميلادية، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد عبد الرحمن جاسم فخرو، مدير إدارة شؤون النواب من عام 1992 ميلادية، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور خالد محمد عبد الله تقي، المدير العام لبنك الإسكان، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور محمد علي بهزاد، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتور عبد الغني صالح الشويخ، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الآنسة ناني محمد بطي، القائم بأعمال مدير نظم المعلومات، عملت في القطاعين الخاص والعام، وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد
سامي محمد حميد القائم بأعمال الوكيل المساعد للعلاقات المالية والتعاون وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتورة أشواق علي حساني استشارية العلاج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الدكتورة إيمان أحمد عبد الله حاجي رئيس قسم الصحة المدرسية بوزارة الصحة وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. المهندسة أسماء جاسم مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. السيد يونس سلمان حسن مدير إدارة الإذاعة بوزارة شؤون الإعلام وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. المهندس هاني سلمان النجار مدير إدارة نظم المعلومات وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. الأستاذ محمد عبد الرحيم بوشيري الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق وسام العمل من الدرجة الأولى. السيد جواد يوسف عبد الوهاب الحواج رجل أعمال وسام العمل الوطني. السيد يوسف عيسى أحمد بوبشيت الوكيل المساعد للملاحة البحرية وسام العمل الوطني. السيد محمد عبد الله زينل رئيس تدقيق المطار والملاحة الجوية بشؤون الطيران المدني وسام العمل الوطني. السيد توفيق شرف العلوي ينوب عنه ابنه خالد توفيق العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسام العمل الوطني. السيد جاسم عيسى الشراوي مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وسام العمل الوطني. الدكتور عبد الله غلوم البستقي مدير عام عمليات الحقل بشركة تطوير البترول وسام العمل الوطني. السيد أحمد الساعي انضم إلى وزارة الإعلام عام 80 بوظيفة محرر ثم انتقل إلى الديوان الملكي حيث تولى كتابة أخبار جلالة الملك المفدى منذ عام 83 حتى الآن وسام العمل الوطني. السيد مالكوم أندرو جيمس داف عضو مجلس إدارة البحرين وسام العمل الوطني. شكرا لكم يا صاحب الجلالة على تكريم رواد العمل الوطني في عيد البحرين المجيد. كلمة المكرمين تلقيها نيابة عنهم الدكتورة إيمان أحمد عبد الله حاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب المعالي دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نتشرف بالوقوف بين يدي جلالتكم في هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني
لمملكة البحرين، والذكرى العشرون لتولي جلالتكم مقاليد الحكم، لحظة من أعز لحظات حياتنا وحياة الوطن. فلقاء جلالتكم تكريم، وتكريمكم شرف عظيم يتطلع إليه جميع أبناء هذا الوطن. وثقتكم الغالية أمانة في أعناقنا لبذل المزيد من أجل مملكة البحرين. سيدي صاحب الجلالة، إن عهدكم الميمون حافل بالإنجازات العظيمة، وأن ما سنيتموه من عادة تكريم أبناء الوطن المتميزين في كل عام لهو نبراس يقتدي به الجميع، ودافع لأبناء الوطن لمواصلة مسيرة التنمية والتميز لنيل شرف الحصول على هذا التكريم. إن عناية جلالتكم الكريمة بهذه الكوكبة من أبناء الوطن من عسكريين ومدنيين ورعايتهم ودعمهم لهي الدافع الحقيقي خلف ما نراه اليوم من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات العلمية والعملية والرياضية وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ذلك لتحقيق نظرتكم الثاقبة لحاضر ومستقبل هذا الوطن وجني ثمار غرسكم المبارك الذي رسختم فيه روح العطاء والتفاني لخدمة الوطن. مليكنا المفدى، تقف كلمات الشكر عاجزة عن وصف مشاعرنا تجاه هذا التكريم العظيم في هذه المناسبة العطرة. ختاماً، أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع المكرمين أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، مهنئين جلالتكم بهذه المناسبة الميمونة أعادها الله على جلالتكم سنين عديدة باليمن والبركات. حفظكم الله قائداً وبانياً لنهضة الوطن، وأدامكم ذخراً للبلاد. حفظ الله البحرين بكم وحفظكم للبحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام من الإنجاز والعطاء مضى على المملكة بسواعد نخب من أبنائها الأكفاء ممن ثابر وبذل لخدمة وطنه وقيادته بكل مهنية واحترافية في ظل دعم ورعاية متواصلة من لدن سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله، إيمانا منه بكفاءة أبنائه البررة وتشجيعا منه لمزيد من البذل والعطاء. ما في شك هذا يوم من أيام أعياد الوطنية اللي نتشرف بحضور جلالة الملك أيده الله بهذه المناسبة العزيزة. هو يوم تكريم لأبناء الوطن اللي قدموا كثير من التضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن وأهله، من مقيم ومن زائر ومن مواطن. وإحنا بهذه المناسبة نرفع أسمى وأجل التهاني إلى مولاي صاحب الجلالة على هذا اليوم المبارك. تم تكريمنا من قبل سيدي جلالة الملك، وقد دأب سيدي جلالة الملك على تكريم أبنائه المجدين والمجتهدين في كل فرصة وفي كل احتفالية، وهذا التكريم هو وسام على صدرنا ويعطينا دافع للإنجاز والعمل
والابتكار. أرفع أسماي التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة يحفظها الله ويرعاها بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالته. طبعا هذا العام هو عام مميز في جميع المجالات ولله الحمد. في سبيل رفعة الوطن وازدهاره تهون في أعين أبناء البحرين والمكرمين في هذا الحفل البهيج مشقة الإنجاز وجهود الرقي والسعي نحو رفعة البحرين في كل الظروف والأوقات بروح وطنية عالية وفخر بكل ما تحقق من منجزات ومكتسبات على مر السنوات الماضية. والله الحقيقة يعني شرف كبير لي أننا أستلم الوسام من سيدي حضرة صاحب الجلالة، وندل على شيء فإنما يعني جلالته يكرم كفة المواطنين، المواطنين المخلصين، المواطنين اللي يعملون، وهذا شيء يعني لن أنساه طول عمري، يعني شيء كان مميز في حياتي، يعني يمكن مرت علي أشياء بس هذا الشيء المميز اللي في حياتي استلام الوسام من سيدي جلالة الملك. شعوري أكيد لا يوصف، خصوصا في لحظة تكون فيها أمام جلالة الملك. طبعا التكريم اليوم يدفعنا لمزيد من العطاء والعمل الوطني خدمة لهذا الوطن العزيز. طبعا هذا تكريم عزيز علي، شكرا لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه المبادرة الجميلة. طبعا هو أمر غير مستغرب على صاحب الجلالة تكريم رواد العمل الوطني في مملكة البحرين، وهذا تشجيع للجميع للعمل والعطاء أكثر. التكريم من قبل جلالة الملك المفدى تكريم رواد العمل الوطني، رواد النهضة والازدهار، هو الدافع الأبرز أمام كل مواطن وعامل مجد ومثابر لمزيد من الإصرار على التميز والإقدام على الطموحات والتطلعات التي ترمي لها رؤية مملكة البحرين الثاقبة بكل ثقة وعزيمة شامخة تستمدها من تاريخ المملكة العريق في الإنجاز والنماء والازدهار على مختلف الأصعدة. تكريم ملكي سام جاء من لدن قائد مسيرة العطاء في المملكة احتفاء بالإنجاز وتتويجا للعمل الدؤوب والمخلص الذي ساهم في رفض مسيرة العطاء والتقدم والازدهار التي تنعم بها المملكة بسواعد أبنائها البررة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.